مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا سيد محمد جميل. سيد محمد جميل، هذه الدعوة من قبل عدد من الفنانين البريطانيين، برأيك هل يمكن أن تدفع الأمم المتحدة إلى الضغط على النظام السوري لرفع الحصار عن مخيم اليرموك؟ أولا هذه الدعوة معتبرة إلا أنها جاءت متأخرة بعد الدمار والقتل الذي حدث في المخيم وبعد الوفيات التي حدثت نتيجة التجويع والحصار. الأمم المتحدة لا تحتاج إلى نداءات لكي تتحرك أو ولا تحتاج القوى الكبرى التي نعرفها جميعا وتلعب في وتمسك بخيوط اللعب في الأزمة السورية لتتحرك لإنقاذ مخيم محاصر لتثبت أنها قادرة على إغاثة المشردين والمحاصرين ولو إنسانيا. المشكلة في المجتمع الدولي أنه يغض الطرف عن ممارسات النظام فيما يتعلق بمخيم اليرموك، فأصوات ما الذي يمكن يعني أستاذ محمد جميل، ما الذي يمكن فعلا للأمم المتحدة من واقع حصار النظام السوري للمخيم وعدم استجابة النظام السوري للأمم المتحدة؟ هل يمكن قانونيا بقرار مجلس الأمن الأخير الذي يلزم النظام بفسح المجال للمعونات الإنسانية بالدخول، هل يمكن من هذا المنفذ القانوني إجبار النظام على فك حصار مخيم اليرموك؟ طبعا بالإمكان، المجتمع الدولي يمتلك من الوسائل والأدوات القانونية التي تلزم النظام لكي تفتح ممرات وكوريدورات إنسانية على الأقل لإغاثة الناس وإخراج المحاصرين وتقديم العون الطبي للجرحى. هذا القرار الذي صدر مؤخرا من مجلس الأمن يمكن البناء عليه ويمكن اتخاذ قرارات أخرى خارج مجلس الأمن في الجمعية العامة، لكن أنتم تعلمون أن هنالك توازنات سياسية، هناك قوى ترفض الدخول بقوة لإنهاء الأزمة. طيب بعيدا عن التوازنات السياسية، على الأرض كيف ترصدون واقع مخيم اليرموك الإنساني الآن بعد عدم السماح للأنر ووكالة الغوث بالدخول للمخيم منذ أكثر من أسبوعين؟ المخيم السوري يعيش حصار خانق، في بعض الأحيان تنفرج الأزمة، بعض الأحيان أخرى ترى الصواريخ تنهمر، أحيان أخرى تمنع الأغذية وتمنع الأدوية، هناك آلاف المحاصرين. مخيم اليرموك هو مثال حي على أزمة السوريين جميعا في الأراضي السورية التي تعاني من الحصار والقتل والتدمير في ظل صمت دولي مريع لا يفهم ولا نعرف إلى أين سيصل مدى. شكرا جزيلا لك محمد جميل، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.